بقى لفقرتنا اللي احنا قلنا لحضراتكم هتكون دايما معانا، احنا فقراتنا الجديده سينما 8 الصبح اللي هنتعرف من خلالها على كواليس العديد من افلام الزمن الجميل، من اهم افلام السينما المصريه. نتكلم النهارده عن كواليس فيلم العار، اللي كان بيحصل فيه، مين النجوم اللي كانوا مرشحين ليه، العديد من ما حدث ما وراء هذا الفيلم، وخصوصا ان كان فيه فعلا نجوم كبار جدا، كانوا النجوم كلهم مختلفين خالص عن النجوم اللي احنا حبيناهم من خلال هذا الفيلم. معانا على التليفون الاستاذ محمد شوي المؤرخ الفني. صباح الخير يا استاذ محمد، واهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذه اسماء، وصباح الخير يا استاذه ايه، وصباح الخير عليكم جميعا. اهلا بحضرتك، وبالتاكيد فيلم مهم جدا جدا وكلنا مرتبطين بيه، وكان له تأثير كبير جدا، ويمكن حتى مخرج الفيلم قال ان هو كان النجاح غير متوقع بشكل كبير وان هو كسر الدنيا. لكن خلينا نتكلم الاول عن الكواليس، ايه اهم الكواليس اللي حضرتك تعرفها واحنا ما نعرفهاش عن فيلم الكيف؟ طبعا هو فيلم العار، فيلم من العار، يعد من ما هو العار والكيف والحقيقه وجري الوحوش، هي ثلاثيه يعني الواحد يقدر نقول ان هي ثلاثيه مميزه جدا جدا للكاتب الكبير الحقيقه محمود ابو زيد. اتفضل. هو فيلم العار والكيف وجري الوحوش فعلا ثاني ثلاثيه مهمه في تاريخ السينما المصريه بعد ثلاثيه الاديب العالمي نجيب محفوظ المشهوره طبعا. وفيلم العار دي بدايه الثلاثيه، واتعرض يوم 11 اكتوبر 1982، يعني تقريبا بقاله 40 سنه بالظبط. والفيلم ده ما كانش المفروض كل النجوم اللي احنا شفناهم ما كانوش المرشحين بالظبط، يعني رشح لدور النجم محمود عبد العزيز، قبل منه كان النجم الكبير الاستاذ يحيى الفخراني. لكن يحيى الفخراني قال للمخرج الكبير علي عبد الخالق، لو عايزني اشتغل في الفيلم اعمل دور حاتم فهمي. لان حتى نور الشريف قبل ما يرشح لدوره اللي هو ابو كمال كان عايز يعمل دور حاتم فهمي. ايوه، لان بيقول كان نور الشريف قال ان هذا الدور فيه صراعات وتناقضات وعمق فني اكبر من اي دور تاني. لكن الفنان المخرج الكبير علي عبد الخالق رشح محمود عبد العزيز في دور. شكرا للاستاذ محمد شوقي المؤرخ الفني، ويمكن من الحاجات برضو اللطيفه جدا اللي كان صرح بيها الفنان الكبير حسين فهمي ان هو اتاثر وكان مغير شكل وشه زي مارلين براندو في فيلم جاد فاذر، ان هو كان بيحط قطن هنا علشان شكل وتركيبه الوش تبقى مختلفة، فهو عمل ده فعلا من خلال هذا الفيلم، فيلم من أهم ومن أروع أفلام السينما المصرية، سواء كان هو العار أو الكيف أو بالتأكيد جريء الوحوش. عايزة أقول لك حاجة على رؤى بالمناسبة عشان ركزتوا عليها شوية، رؤى في الآخر ده تمثيل، ده دور تمثيلي يعني في النهاية، حقيقي ما تصدقوش ده دور لا بس معمول كمان لإظهار الندالة. فكرة إنه الجمع ما بين أبطال مهمين زي نور الشريف، محمود عبد العزيز، وحسين فهمي في عمل واحد، هو مكسب، كان مكسب كبير للسينما المصرية وأسعد الجمهور بشكل كبير، وده فكر حلو متكرر طبعا على مدار تاريخ السينما المصرية بعيدا عن البطل الأوحد، لكن تجميع النجوم الكبار في عمل سينمائي فني واحد بيسعد الجمهور بشكل كبير جدا وبيثري السينما المصرية، نحب نشوف ده كمان في تاريخ السينما الحديث.